السلام عليكم، اليوم في الشيوات ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم حلوى جافه بالفلان فلان فاني. استعمل هذا نواره، يجي روعه هذه الحلوى، بزاف بنينه هذه الحلوى قديمه يعني روعه، نتمنى تجربوها وتعجبكم. واش راح نحتاج هذه الوصفه؟ المقادير تاعها كيما رانا نشوفوا قلال، ما فيها والو. هذه الوصفه راح نحتاج 250 غرام تاع المارغرين طريه، 4 علب تاع فلان نواره، كل وحده فيها وزن 50 غرام، زوج خميره الحلوه، 4 بيضات، والفرينه باش نلمو العجينه. يعني ما كاش اسهل من هذه الوصفه. اذا ندير فوق لا مارغرين، ندير داك لو فلون، 4 اكياس تاع لو فلون. هنا ما نديرو لا فاني لا السكر، لانه الفلون حلو هو اصلا فاني. الحلوة تاعنا راح تجينا صفراء، تجي تشهي هاد الحلوة، يعني حتى البنة تاعها تجي ما شاء الله. إذا راح نكمل كامل 4 علب، إذا نزيد 4 حبات تاع البيض كاملين. كيما قلت لكم مقادير بسيطة جدا، هادو اللي يحبوا الحلويات الجافة. حتى في الدار يعني اكتشفوا انه حتى اخوك كبير ولا مولا بيتك ولا الاب ولا يحبوا الحلويات الجافه، ما يحبوش ولا المقروط والبقلاوه، هادو لا غنى عليهم، يحبوهم بزاف. اذا نخلط هاد المقادير مع بعض، شوفوا الخليط كيفاش يجي صفر من الفلون. اذا هنا نخلط مليح ونبدا نزيد في الفرينه، وندير زوج خميره تاع الحلوه، يعني كل واحد فيها 10 غرام، كل كيس فيه 10 غرامات. اذا نديرو زوج اكياس تاع الخميره، نزيد الفرينه حتى تلملنا العجينه. بطبيعه الحال نخلو العجينه طريه كيما لي صابلي، نفس الشيء نلم العجينة تاعي. هذه يعني حلوة سريعة، بخاف تكمليها مش راح تدي منك الوقت بزاف. شوفوا اللون تاع العجينة تاعنا من الفلان، ريحته روعة. إذا نلم العجينة تاعي مليح ونخلو العجينة تاعنا طرية. الآن نبدا نشكل في الحلوة تاعي. دائما أنا نستعمل كيس بلاستيكي كي ندير حلوة نطبعها، نحكم شوية تاع العجين، والعجينة نخلوها طرية. ندير شويه تاع الفرينه فقط ما كترش، اذا ونحلها باثنين اكياس. ما نرقوهاش بزاف لانها ماشي راح نديرو حبه فوق حبه، وديرو في حسابنا انه نحمل الحلوه تاعنا راح تزيد تخمر فيها 2 كيس 2 اكياس تاع خميره الحلوه. انا راح نستعمل هذا المول باش نطبع به. اذا نديرو في الفرينه باش ما يلصقش، ونطبع الحبه تاعي. ها هي يعني تزيد تخشن، هذيك هي. اذا انا حنطبع الحلوه كامل تاعي، نطيبها ونلتقي فيما بعد ان شاء الله باش نكملو التزيين تاع الحلوه تاعنا. نطيبها على 180 درجه كيما لي صابلي، غير ينشفوا كولور يعني كلير، نحوهم ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا الحلوه تاعي راهي طابت كيما رانا نشوفوا، طيبناها نخلوها طريه ما نحمروهاش بزاف باش الحلوه تاعنا تجينا هشيشه. هذه الشوكولا بلون انا ذوبتها في ان بان ماري كيما راكم تشوفوا، راح نتعامل معها كيما تعاملنا مع الشوكولا نوار. كيما درت لكم لو غلاساج، ندير لها شويه تاع الماء سخون، لانه لا درتوها هكا مش راح تكفيكم الشوكولا تاعكم وراح تعذبكم في الخدمه.
لكن بهذه الطريقه راح نحصلوا على نتيجه مليحه. كما رانا نشوفوا هنايا هاي تبان لك شغل فسدت الشوكولاته تاعنا هنا، ما تخافيهاش. راح نزيد لها شويه تاع الماء سخون ونزيد نخلط، تعاود تنطلق كما رانا نشوفوا وتولي تبريي بهذه الطريقه، ما نخافوش منها لانه لا ديريها هكذاك تجيك بزاف عقده، ديري يعني الباكي كامل وما نعرف لك فك. لكن بهذه الطريقه ها هي شوفوا كيفاش ولات. هنا نبدا نكلاصي بها الحلوه تاعي، اذا ندير بهذه الطريقه كيما الطليه، وهذه الحلوه يعني في الاصل تندار بالطليه ما تندارش بالشوكولا بلون، لكن انا هنايا انا عندي في الدار ما ياكلوليش الطليه، اذا نعمل حاجه اخرى اللي هي الشوكولا بيضاء راهي تخرج لنا كيما الطليه تماما. اذا راح نكلاصي الحلوه تاعي بهذه الطريقه ونعاود نرجع لكم باش نكملوا التزيين تاع الحلوه تاعنا. هي حلوه جافه سهله لكن بزاف شابه وبنينه، اذا نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا هنايا انا درت الشوكولا بلون تاعي كلاصاج، راهي نشفت، راهي نشفت تنشف بالخف يعني ما با 10 دقائق ربع ساعه تصبيها نشفت. هنا ذوبت شوكولا نوار، هنا الشوكولا نوار ما نزيد لها ولا شيء، ماشي كيما اللي نزيدوا لها الماء لا ولا شيء. هنا هذاك الكيس اللي فرغته تاع الشوكولا بلون راح نستعمله باش نزين به الحلوه تاعي، ولا عندكم الـ يعني لابوش ماذا بينا، هذه كانت كبيره فقط يعني اللي ما عندهمش البوش باش يزينوا. اذا نحكم لابوش تاعي هذه، نحكم هذا الكيس هذا وندير فيه هذيك الشوكولا اللي ذوبتها باش نديروا التزيين تاعنا تاع الحلوه. بهذه الطريقه اذا نفرغ كامل كما قلت لكم، يعني حلوه بزاف سهله والبنه ما عندي ما نحكي لكم روعه هذه الحلوه هذه. اذا نحكم هذا الكيس تاعي هذا ونجمعو نلمو مليح ونعمل ثقبه من تحت، ثقبه صغيره باسكو انا حندير خطوط فقط، زينها يعني تزيين عشوائي بالك راكم والفتوني، انا يعني كل شيء نعمله يعني نعمله بسيط، ما نحبش الاشياء يعني الصعيبه ولا المكلفه. اذا هنا راني قطعت الساشي تاعي، نحكمه مليح ونبدا نزين في الحلوه تاعي خطوط عشوائيه. اذا انا حنكمل التزيين كامل تاع الحلوه تاعي ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هي الحلوه تاعي هنا بعد ما نشفت، درتها لكم هنا في الطبسي، راح تقطع لكم حوالي 50 حبه يعني حلوه زاكيه. ها هي الحلوه تاعي ان شاء الله تعجبكم، تجي بزاف طريه وتجي بزاف بنينه. هنا في بلاصه الشوكولا بلون تقدروا ديروا طليه عادي، فقط انا ما نحبهاش اذا درت الشوكولا بلون. راح نشوف لكم حبه هنايا نقسمها لكم، ها هي الحلوه تاعي شوف شحال طريه، بزاف طريه هشيشه بزاف هاد الحلوه. نتمنى تجربوها وترجعوا لي بالخبر، وعجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لافيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد، تبعوني على الفيسبوك شيوات ام وليد، والى الملتقى ان شاء الله.